FM. الكلمة ليك. التقصير يخلق الاختراق، يخلي الفجوات للي أصحاب القلوب المريضة واللي عندهم أجندات حتى خارجية، إن هي تستغل هذا التقصير لتخلق منه فجوات باش تخترق المؤسسة الأمنية. اليوم كي نلقاو شهادات ولا شكايات من في الفترة هذيك من طرف أولياء لأبنائهم القصر اللي احتجزوا لهم، معناه الولي احتجز جواز سفر ابنه لشكوك انه سيلتحق ب وجواز سفر قانوني ولا مش قانوني اللي احتجزه الولي؟ لا، هو جواز سفر نتاع ولده نتاعه، معناه قانوني هو اللي خرجه له، ومن بعد ولده يخرج بجواز سفر اخر. شيء يسكي يلقى ولده عنده جواز سفر وخرج بطريقه قانونيه، معناه جواز اللي مكنوه لولده تمكن بطريقة قانونية، وكيفاش هو عنده جواز سفر آخر في نفس الوقت عند الولد نتاعو وبسرعة وفي أجال معناتها قياسية؟ نجم نقول قياسية. ثم حتى شكون كما قلت لك ما نجمش نعطي أسماء لأنه نتحفظ على أسماء الناس ونجمش نظلم عباد، أكيد معطيات شخصية ذي معطيات شخصية. ثم حتى أعوان أمن توقفوا وحالوا على التحقيق من التفقدية لأنهم كما نقولوا دخلوا باش يخرجوا جوازات سفر حتى لأطراف عندها علاقة بالإرهاب، معناها هذايا موثق وموجود عندنا، هذا شيء خطير. معناتها هي قتلت في الفترة هذيك كان موجود وكان من المؤكد تكون فما أطراف ضالعة في هذا الأمر، ولا مش الناس باش تخرج هكيك، معناها ما كانش متسلى ولا خرجت من الحدود من غير ما يشوفها حتى حد. الكلمة ليك.